أركان الحرب محمد نجيب رئيسا لجمهوريتنا إن شعبنا البازل إن شعبنا المجاهد يطفو ويرنو إلى هذا اليوم تارة أخرى ونعود أساتذة العالم كما كنا قبله ترتيب الأوضاع فيها بما يضمن بسط هيمنتها عليها وتعزيز موقعها ومصالحها فيها ما هو الطريق؟ القتال القتال حتى النصر دفاع عن الوطن وعن الشرف حتى النصر بعونه حمل الروي آيلي وشويلش فيروزا وحمل الروي كردائتي وشويلش فيروزا مجال تحقيق التكامل الاقتصادي والتنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية كان عام 2020 عاماً صعباً عصيباً ومؤلماً